السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع الإخوان. الموضوع ديال اليوم إن شاء الله يكون عن طريقة البيع بعض النيازك وتوضيحات مهمة في هذا الشأن ديال بيع النيازك إن شاء الله بإذن الله. بغيناكم تبقوا معنا في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غيكون فيديو توضيحي غيستافد منه واحد العدد ديال الناس. تحياتي للجميع، بقوا معنا في الفيديو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان، بالنسبة للطريقة ديال البيع ديال النيازك، أخي الكريم أختي الفاضلة، شفت واحد العدد ديال الناس راسلونا نعطيناهم يعني طريقة ديال التواصل كيفاش غيتواصلوا معنا، ولكن ملي كنشوفوا الأحجار اللي عندهم الناس راه ما عندها والو. الخوت الله يرضي عليكم، الطرق ديال البيع النيازك راه بيع راسو، النيازك راه كتبيع راسها براسها، راه مجرد غادي يكون عندك نيازك حقيقي غتحطو غيتباع. لهذا بغينا الناس اللي عندها نيازك ممكن نتواصلوا معها وندلوها على المختبر اللي غتمشي غدير واحد العينه اولا باش تعرف النوع ديال النيزك اللي عندها. اخي الكريم، خويا ولا اختي، الا عندك لا ميتيوريت عندها واحد 4 سنين 5 سنين اولا اكثر، راه كنقولوها دائما راه ما عندهاش قيمه. النيزك هو اللي كتكون عنده قيمه كيكون يلاه طاح جديد بحكم لا غوشيرش او لا هذا كيتسمى العربون، كتكون عنده باش نوصلكم الفكره، كتكون عنده واحد الاهميه كبيره. علاش؟ كاين علماء كتبحث عليه باش دير عليه تجارب او لا باش تعرف النوعيه ديال داك النيزك او لا تعرف باش يدخل المختبر باش يولي يتدار عليه بحث علمي. لهذا كاين بعض الناس كتواصل كيقول لك انا عندي نيزك، ملي كتواصل معاه كتلقى عنده حجر ارضي. الخوت راه كاين فرق ما بين الاحجار الارضيه والنيازك اولا الاحجار البركانيه والنيازك. راه الا شتي حجر بركاني راه غتقول بانه راه نيزك، هو غير حجر ارضي عادي. على هذا الشكل دابا هذا الحجر هذا، شوف راه ماشي بالضروره اخي الكريم خصو ينجذب ليه المغناطيس، حيت كاين واحد العدد ديال الناس كيقول لك خويا راه عندي كيضربوا المغناطيس كيشد فيه المغناطيس اولا كينجذب ليه الهند اولا شي حاجه. خويا ولا اختي، راه ماشي بالضروره خص النيازك يضرب عليها المغناطيس، والا كاع كان كيضرب عليها كاين انواع، كاين اللي كتحتوي على واحد النوع كبير ديال الحديد، وكاين انواع اللي كتحتوي على النيكل، كاين اللي ما كينجذبش ليها ما فيها لا حديد لا نيكل، فيها هواء فيها ماء فيها شحال من حاجه. لهذا بالنسبه للناس اللي عندها نيازك اخواني الكرام، كاين مختبر في اكادير معروف الحمد لله، يعني كاين تواصل مع الناس تما. عندك نيازك عنده قيمه سير لتما، راه غيستقبلوك الناس وغادي يعطوك القيمه ديالك وغادي يشوفوا لا ميتيوريت اللي عندك. كاين بعض الناس كتكون مثلا بعيده على اكادير، مثلا اكادير طنجه او لا اكادير الحسيمه او لا الناظور او لا العرايش او لا كازا او لا، راه كيصعب عليك خويا انت ما عندكش نيزك وجاي كتجري من كازا لاكادير وفي الاخر ما تلقاش بان عندك ميتيوريت، انت ضيعتي وقت ديالك. تفهمنا الاخوان؟ ضيعتي وقت كثير وكبير وفي الاخر كتلقى عندك حجر ارضي عادي. راه هذه هي الفضيحه اخي الكريم اختي الفاضله، الله يرضي عليكم. راه ماشي ما بغيناش نتواصلوا معكم، واحد العدد ديال الناس كيقول لي اخويا ورينا الطريقه ديال البيع، انت راه ما عندك والو اصلا باش نوريك انا الطريقه ديال البيع. هذا حجر بركاني، هادو احجار ديال الهيماتايت. نزيد نوضح لك اخي الفاضل، خويا شنو هذا؟ راه كاين الناس اللي كيعتقدوا بان هذا راه سيميتيوريت او لا هذا كيعتقدوا بان هذا نيزك. خويا هذا ماشي نيزك، هذا راه الا شتيه وغادي ينجذب ليه المغناطيس او لا ما غاديش ينجذب ليه، راه غادي يسحب لك بان راه هذا نيزك. وسبق لي وذكرت لكم الاخوان باش نوريكم الطريقه كيفاش غتعرف على النيازك بطريقه سهله وسلسه غير في المنزل ديالك او لا في المكان. راه قلت لك بغينا لي كومونتير وبغينا لي جيم الاخوان باش يطلع الفيديو اكبر عدد ممكن، وغنوري لكم الطريقه اسهل الطرق بما تحمل الكلمه معنى.
يعني اسهل الطرق كيفاش غتعرف على النيزك ديالك غير في 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 العمليه ديال البحث ديالك فين ما كنتي، باش تفرق ما بين الكوندريت والاحجار الارضيه مثلا، ولا الاكوندريت مع الاحجار العاديه، او لا النيزك اللي كينجاد به المغناطيس. غادي نوريك طريقه اللي ما عمرك ما شفتيها في حياتك، ولكن كنشوفوا الناس ما بغاوش يتواصلوا معنا، ما بغاوش يعطيونا اللايك، ما كيبغوش يبارطاجيو الفيديو، ما فهمناش علاش. انت ما تخسر والو، كنعطيو كنقدموا معلومات الخوت، كنقدموا لكم معلومات مهمه، ولكن كنشوف واحد العدد ديال الناس. خويا انا ما غنكذبش عليك، ماشي غنبدا نبيع عليك الوهم. عندك نايزك غنقول لك نايزك، ما كانش نايزك غنقولها لك ديريكت. فوالا شو مرخوش النيازك راه باينه، النيازك واضحه، وكاين النيازك اللي كيحتوي على نسبه كبيره ديال الحديد او النيكل، وكتلقى حجر ثقيل اثقل من الحجم ديالو كحجم. هذا ميتيوريت، هذا لقيته في مكان كنت درت واحد الجوله ولقيت هذا في واحد المكان، ذاك المكان خالي من هذا النوع، هذا لقيته خالي من هاد من هاد من هاد يعني من المعادن، من اي حاجه، يعني حجر ما كينتميش لهذيك التربه. هذاك المكان اخي الفاضل واختي الفاضله، هذيك التربه اولا ذاك الحجر اللي كاين تما ما كاينش هاد الحجر، ماشي خوتو هادوك، هاد الحجر لون، وداك المكان درت عليه واحد 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 يعني درت واحد البحث تما بديك المكان، ما لقيتش حجر كيشبه لهذا الحجر هذا. وشنو وقع؟ هذا لقيت الشظايا ديالو، راه لقيت منه يعني واحد الجزء كبير. ها نتوما هذا كله مكان واحد، وما بغيتش مازال نزيد يعني صافي بارك عليا غير هاد العينات هادو. شوف هذا كله حجر واحد وهش هش، يعني ضرب ذاك المكان، هذا نيزك ضرب ولقيته في واحد المكان قريب للبحر، يعني تضرب ذاك المكان، هذا النيزك هذا تفرتت وجمعت منه هاد الشظايا هذو. ما بغيتش نزيد ندير البحث اكثر، يعني بارك عليا غير هاد العينه هذو. لهذا الاخوان كنقول لكم دائما، ملي كتبغي تقلب اولا كتبغي تبحث على نيزك، خصك تحاول تعرف بعد اولا النيزك اللي عندك انت، اولا تعرف داك واش عندك درايه بالنيازك او لا. لهذا كنشوف واحد العدد ديال الناس كتقول لك انا بغيت نبيع، شنو غتبيع؟ ما عندك والو، باش غتبيع اخي كريم؟ وبالنسبه الى بغيتي تبيع كاينه مواقع خويا ولا اختي، دير انستغرام، دير الفيس ديالك، دير الشين ديال اليوتيوب، علاش لا؟ كاين بعض المواقع ديال التواصل الاجتماعي، حاول تنشر هذاك القطع اللي عندك، راه سير واعطيها اسم ديال داك الحجر اللي كتمتلكو انت، راه كون على يقين بان راه غادي يدخلوا عندك الناس وغايشوفوا وغايتواصلوا معاك. كون على يقين اخي الكريم، ولكن حاول تصوروا بصوره تكون احترافيه، انت ماشي كتصوروا لي في الظلام كتقول لي هذا عندي، ولا بصوروا بالليل كتقول لي اخويا بغيت نبيع. الناس اللي كتبغي تصور كتصور بالنهار وكتحط فوق واحد المنديل بحال هالشكل، ما تهزش الحجر، ما تهزوش بحال هكذا، حيت ما كتخليش الكاميرا تشد داك الحجر. حط لي الحجر في الارض فوق واحد المنديل ابيض وصوره، باش خلي العدسه كتشد كتلتقط داك الحجر كما خصو يلتقطو. قول لي عاوتاني هذا ماشي نيازك، راه قلنا لكم بان النيازك راه كتكون واضحه وباينه. وماشي بالضروره خصو ينجذب ليه المغناطيس. الله يرضي عليكم الاخوان، حنا كنحاول نقربوا لكم الصوره، الطريقه ديال البيع، المواقع، دير صفحه ديالك في اي موقع في السوشيال ميديا، صور تصاور مزيان وبارطاجيهم، راه كون على يقين بان الناس راه كاينه باحثين كتبحث على النيازك، ولكن خصها تكون عندها فالور، ماشي عندك انت واحد، راه كاين نيازك كتباع ب 10 دراهم اخي الجرام او الكيلو، عفوا كاين نيازك كتباع ب 10 دراهم الكيلو، كاين اللي حتى 10 دراهم راه غالي عليها. لهذا حيت السوق شبع من دوك الاحجار او شبع من دوك النيازك، وهادو الخوت مابقاوش جمعوهم.
هذا راه ما منه والو. هادو سهارات ديال البراكين، هادو سهارات ديال الحديد فوق الحجر وتشكل ورجع بحال هاد الشكل هذا. الله يرضي عليكم، تحياتي للجميع. باش ما نطولش عليكم الاخوان، اي موضوع بغيتو نهضروا فيه ان شاء الله نحن راهنا الساعه. كنشكركم بزاف، تحياتي وتحيات قناه الاحجار الكريمه النادره. الى موضوع اخر ان شاء الله الخوت، بغينا البارطاج ديالكم باش نوصلوا معلومات للناس، باش حتى الناس تستافد من هذا الخير هذا اللي لقيتي. والله يسهل على الجميع. تحياتي مع تحيات اداره قناه الاحجار الكريمه، معكم اخوكم كمال، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.